طب فاكر انت لعبت 14 سنه 16 بقى لغايه 15 17 19 يعني من سنه 14 سنه كنت جوه نادي الزمالك. اه طبعا. صعدت الفريق الاول امتى ومين اول واحد صعدك واول مباراه ليك؟ انا صعدت وانا عندي 19 سنه سنه 82، كان ساعتها كنت تحت 19 وكان في مسابقه 21 سنه وبعد كده اتلغت. كان في مستر هيدرجوت الماني قال لك، كان مدرب منتخب وقال لك لا نلغي المسابقه ال 21 لان اللاعب الكويس لازم يلعب قبليها في سن مبكر 18 19. فتصعدت كان مدرب يوغوسلافي فاسوفيتش، طبعا انت فاكره فاسوفيتش طبعا صعدني، وكان الكابتن علي شرف رحمه الله عليه موجود معاه، وكان الكابتن مدير حسن برده كان موجود مدير اداري الله يرحمه طبعا. ودي كانت بدايتي، وكانت اول ماتش ليا المانيا في المانيا. تعادلنا 2-2، كان الرشيد العبيد جاب الهدف، وكان اعتقد الكابتن حسن شحاته جاب الهدف وتعادلنا 2-2. ده كان اول ماتش ليا في بداياتي كانت 82. ما لعبتش الماتش، كنت احتياطي. لا لعبت اساسي. لعبت اساسي. لعبت اساسي والله. لعبت اساسي. يعني اول مباراه رحت لعب اساسي على طول؟ لعبت اساسي، انا اصلا اتمرنت اربع تمارين مع الفريق الاول. يعني مع فاسوفيتش. مع فاسوفيتش، يعني يوم الاثنين. ثلاث اربع سافرنا الخميس المانيا عشان نبات هناك، لعبت الجمعه الاربع تمرين اتمرنتهم، لان الراجل كان مقتنع بيا جدا يعني مستر فاسوفيتش. يعني كان مدرب كبير على فكره فاسوفيتش ده يا جماعه، كان مدرب كويس قوي. واختار لعيبه كتير، يعني طلع مجدي طلبه. ايوه. طلع ايمن، لا ايمن جه بعدينا شويه، طلع هاني عباده لعب في الفتره دي كان موجود برضو. انت فاكر لما رحنا يوغوسلافيا فتره دي كانوا عاملين الزلم هو مشي من الزمالك؟ لا هو كان مدرب كبير. اسمه زاد طبل هناك. لا طبعا كان مدرب كبير فاسوفيتش يوغوسلافي، هو كان المهنه بتاعته اساسا محامي. فالناس أيوة صح. فالناس هنا اول ما جه قالوا ده نادي الزمالك جايب محامي يدرب الفرقه، لكن كان فكره عالي جدا، وكان عنده سياسه دفع بالناشئين، كان جريء. يعني انا دايما حتى انا كمحلل بحب المدرب يبقى جريء، احب المدرب يبقى عنده ابتكار، عنده ابداع، ما يخافش، يدي الثقه للاعب ناشئ. انت بحب المدير الفني، انا بقيم مدير فني كده، لكن ما انت هتلعب بالاساسيين على طول وبتاع، انا عايز اشوف تجديد، عايز اشوف طلعت مثلا ناشئين زي ما الجيل بتاعنا مثلا، شوف كام لعيب طلع. صحيح. يعني اشوف مثلا ايمن يونس، اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، احمد رمزي، كان هشام ياكن كتير، مجدي طلبه، مش عايز انسى حد يعني. لعيبك عادل عبد المعطي الله يرحمه. الله يرحمه. كان جميل. عادل ده كان لعيب مميز برضه. اول كوبري في حياتي. عادل الله يرحمه كان لعيب مميز. اداني اول كوبري. انا مش عايز انسى حد، كان لعيبه كتير جدا يعني.